نتورك لايسنس، ان اللايسنس مكتوب على النتورك كذا يوزر في ناس راح عليها ورد. الاوبشن ده ما بقاش موجود بريفت الا جوه الاي سي كولكشن تمام. حته فاينانشال او حته ليها علاقه باللايسنسنج بس مش مسموح. ايه بقى الاركتكشر سوليوشن مود فلوس اللي احنا هنتكلم عليها النهارده سريعا؟ اثناء الكونسبشوال ديزاين مين انا عايز سريعا كده نقول مثلا اشرح بقى مين بيستخدم الكاد كونسبشوال ديزاين لسه كونسبت بس تمام. في ناس لسه عارفين مين بيستخدم ريفت علشان يعمل كونسبت ديزاين ناس بس معظم الناس في ناس كتير بتستخدم ريفت. مين بيستخدم سكتش ارت؟ انا مبسوط ان في ناس بتستخدم ريفت ولا سكتش ارت. في مشكلتين موجوده، واحده خاصه بالريفت واحده خاصه بالسكتش ارت. المعماريين في العالم يقول لك ان انا محتاج تولز بسيطه احط فيها الكونسبت بتاع الديزاين مجرد ماسك ريفت يقدر يعمل الكلام ده لكنه معقد شويه. في تولز كتيره وممكن مطلوبه. الناس اللي بتستخدم سكتش ارت تلاقي تولز ظريفه جدا بعمل فيها شيء واعمل لي بوش اند بول طبعا تحمل الشكل بتاعي. حط الماتيريال تمام والكلام ده. المشكله الاساسيه اللي موجوده في سكتش ارت ان بعد ما بخلص الموديل بتاعي وعايز انقل على الديتيل ديزاين بارمي الموديل بتاعي ده اخدي بقدر اعمله ريفرنس جوه الريفت لكني بستخدم كفيس بقعد اعمل فيسنج وابذل مجهود كبير ان انا اعرف الليفلز بتاعتي احط الاحتقان احط اماكن الشبابيك هو مجرد ريفرنس حاجه شايفها كان مش قادر اتعامل معاها في اي حاجه من الاحوال. النقطه الثانيه من جوه سكتش ارت لما بتشتغل مفيش الليفل كونسبت يعني بعد ما بتعمل ديفلوبمنت للبروجكت بتاعتك ما تقدرش تقول انا فعلا حققت التوتال بيلت اب اريا ان انا I promise the customer ان انا هديها لك. انت هقول لك انا 15000 سكوير متر كوميرشال اريا ممكن تطلع 15 تطلع 14 ونص تطلع 15 ونص. مفيش طريقه انك تحكم الموضوع تمام؟ يبقى الانتجريشن والكونتينيوتي وكمان البريسيشن هو فعلا سكتشنج. احنا لقينا المشكلتين دول وحبينا نتكلم. ركزنا بس على المشكلتين دول. الانتجريشن ازاي نعمل انتجريت الورك فلو ونقلل الريورك وازاي نعمل هاير بريسيشن نفس الوقت انت ستيل يوزنج فيري سمبل كوب اوف كونسبشوال. التول دي سميناها فورمال. فورمال بتشتغل على اي بلاتفورم، بتشتغل على ديسكتوب، في ديسكتوب ابلكيشن فورمال تقدر تشتغل عليه عن طريق ويب براوزر، تقدر تشتغل عليه عن طريق اي او اس او ايباد واندرويد ديفايس. الحلو في الموضوع ان انت لو ابتديت مشروع على اي واحده من البلاتفورمز دي ينفع لما تروح البيت لو انت عندك الايباد ابتديت انت في الشغل على الكمبيوتر تفتح نفس المشروع من البيت على اي بلاتفورم ثانيه وتعمل شغل الديزاين. الجميل اللي فيها كمان انك بعد ما تخلص الموديل لو يمكن سوري بس الريزوليوشن مش واضحه قوي لكن ده كان الكونسبت موديل اللي اتعمل في فورمال بتقدر تصدره لريفت اوتوماتيك استخدام هيجي في ريفت كماسن اليمنت يعني ريفت ماس اليمنت ممكن تعمل ناس على ريفت بس تاني هي صعبه الاركتس ما بيحبوهاش لان الريفت بيعتقدوا ان هو معقد كميه التولز نفسها اللي مش فوق معقده معظم الاركتس اللي بشوفهم اللي هم ما بيدخلوش السكيماتيك ديزاين في انترناشونال كونسلتنتس الاركتك ما بيدخلش السكيماتيك ديزاين خالص هو بيعمل الكونسبت بيروح عند كده ما بيكملش يمكن احنا في مصر متعودين الاركتك بيكمل بيعمل كونسبت وبيكمل السكيماتيك ديزاين ده حقيقي بس مش كل الناس كامله هم محتاجين تول بسيطه في الاول تساعدهم ان هم يكونوا ماشيين وسهله للاستخدام بس في نفس الوقت اقدر اكمل بيها الورك فلو بتاعي ما اقطعش تمام؟ فهو ده اللي احنا بنعمله ان التول اللي هتعملها او الموديل اللي هتعمله فورمال تقدر تصدره على الريفت تقدر تبني الوولز والفلوس بتاعتك والليفلز خلينا نشوف فورمال بيشتغل ازاي. هو ده فيديو المفروض ان هم كلهم كانوا اوتوماتيك بلاي بس لازم حضرتك بس هو ده الفيديو اللي كان ده فورمات احنا بنبتدي هنا على الايباد برو. اول حاجه بعملها في الفورمات الكونسبشوال ديزاين اني بعرف لوكيشن المبنى بتاعي. اللوكيشن ده اكيوريت جاي من جوجل مابس وهو اللي هيستخدم بعد كده في عمل الهول بيلدينج انرجي اناليسيس. هنعمل انرجي اناليسيس بالكونسبت موديل مش بس بعمل كونسبت واشوف شكله عامل ازاي انا هقدر اقارن كمان البرفورمانس بتاع المبنى ده هيكون عامل ازاي.
ببتدي تحديد اللوكيشن في ويذر ستيشنز كتيره موجوده هيقدر ياخد اقرب ويذر ستيشن ليها. لكن لو حضرتك عندك ويذر ستيشن خاصه بالمشروع نفسه في اللوكيشن بتاعك انت هتحط الداتا بتاعتك تمام مش في فورمت لكن في انسايت اللي هو مسؤول عن الانرجي اناليسيس تمام. ناخدها واحده واحده هتلاقي هنا ده مش ريفر ريفر ما ينفعش يشتغل على الايباد صح ما ينفعش يشتغل على اندرويد ده هيفي ابلكيشن. هنا فيري سمبل ابلكيشن برسم مجرد سيرفيس بعمل بوش اند بول بمسح حاجات بعمل ابلكيشن لجروبس بعمل ابلاي للماتيريال وفورمت باي ذا واي عنده نفس الاوتو ديسك ماتيريال رايت لايبرري اللي موجوده في ريفر وموجوده في 3 دي اس ماكس بعمل ابلاي بقدر اعمل شادو اناليسيس. بعد ما بخلص الكلام ده في التول السهله جدا بقدر طبعا ان انا بعمل الشادو اناليسيس لو انا هعمل بلاننج للبي في بانلز البي في سولار بانلز عشان اشوف احطها فين او بعمل بلاننج للشيدنج ديفايسز بقدر اعملها وبصدرها على ريفر فور زيرو انفورميشن لوس واستخدم الماسيف تولز في ريفر ان انا ابني الموديل بتاعي. اتكلمنا قبل كده ان الفورمت سبورت على كل البلاتفورمز عندك اربعه بلاتفورمز تشتغل عليهم. فاللي بيحصل انك مش بس بتقدر تشتغل حضرتك من اي مكان لا كمان ممكن اكتر من يوزر يشتغلوا على نفس المشروع نفس ريفت ورك شيرنج يشتغلوا على الفورم ممكن تو اركتكتس يشتغلوا على نفس الكونسبت ديزاين هنا ده نفس المشروع مفتوح في نفس الوقت ممكن تكون الديفرنت بلاتفورمز وده جزء منها الباور اوف كلاود زي بوكس او دروب بوكس لو حطيت وورد فايل على مكان وتفتحه من اي مكان من اي كمبيوتر او اي ديفايس معاك نفس الكونسبت بيطبق النهارده على في نفس الوقت بيشتغل وهو بيعدي طبعا انتم شايفين كل واحد اجريد ان انت شغال مثلا على السكشن ده شغال السكشن ده هنا مفيش الباور بتاع ريفت بتاع الورك سيتس لا ده مش موجود بس لان ده كونسبت يعني هو الموضوع مش معقد فاحنا مش محتاجين نعقده انتم شايفينه اجريد مع بعض في تكست مثلا انت شغال على ليفت وينج انا شغال على الرايت وينج الى اخره لكن المالتي يوزر كابابيلتي موجود تمام. طيب ايه اللي بيميز فورمت كمان عن الابلكيشنز الثانيه؟ رقم واحد هو احنا عندنا حاجه اسمها فورمت اد ان مش هدخل في التفاصيل قوي علشان الوقت لكن مين يا جماعه من الناس اللي بتستخدم سكتش اب عندها اوريدي لايبرز فيها وقت للكومبوننتس اللي بيستخدموها في الديزاين تمام. في حاجه كمان زي سكتش اب وير هاوس موجود عليه اليمنتس كتيره اتعملت في سكتش اب كل السكتش اب لايبرز اللي موجوده عندكم تقدروا تستخدموها فروم داي 1 جو هتتحول زي ما هي جيومتري الماتيريال بنفس يعني اتس انتاكت مش هتتلمس مفيش حاجه تتاثر فيها من سكتش اب للفورمت فاصبح دلوقتي اللايبرز اللي انت جهزتها قبل كده موجوده معاك من اول يوم في الفورمت مش كده بس وده الطريقه اللي ينفع تاخد حاجه من سكتش اب وتوديها لريفت لو موجود تمام. الجزء الثاني ان احنا بنقدر نحول الريفت فاميليز اللي موجوده لفورمت كومبوننتس عندي مثلا ترابيزات عندي شجر عندي حاجات حولها لفورمت جروبس هاخدها استعملها في الكونسبشوال ديزاين علشان اطلع الكونسبت موديل بتاعي وبمجرد ما برجعها الريفت مره ثانيه الريفت بيعمل سويتشنج للفاميلي دي لانها بتحتفظ بالايدنتي بتاعتها وبيرجعها للانتليجنت ريفت فاميلي فور زيرو ريورد. النقطة الثالثة وهي دي اللي اتكلمنا عليها قبل كده ان الماس بتاع الموديل نفسه بتاع البيلدنج بقدر اجيب جوه ريفت واحط عليه البيلد انتليجنت اوبجكتس. واخر حاجة ودي في الحقيقة هي يعني انا جبت عملت الورك فلو ده فكرت شوية لقيت ان في بعض التولز اللي موجودة جوه ريفت اسهل من الفورمت لو انا هعمل حاجة ريفت تمام؟ على سبيل المثال هنا ده كان شكل المبنى مجرد الماس وكنت عايز اعمل بس الفساد بتاع المبنى السكن بتاع المبنى ريفت انتوا عارفين تو كليكس تحط الكيرفن سيستم وتابلاي البانلز والموليونز وتخلص الموضوع ثلاثه كليكس عملت الموضوع عشان تعمل ده جوه الفورم قدامك حل يا اما بتعمل داينامو اليمنت سوري داينامو سكريبت وبترن الموضوع ده فهو بيعمل اوتوميشن الموضوع ده او باستخدام الريفت. فانا استخدمت الريفت انا عملت الموليونز ورجعت المودلز الزياده اللي انا عملتها من الريفت للفورم لو انا عايز اعمل ريبريزنتيشن او ريبريزنتيشن للمبنى بتاعي فور بريزنتيشن ليتر. الورك فلو ده باي دايركشنال ورك فلو يعني بعمل الفورمت ممكن اوديها للريفت لو عملت ابديت للموديل بتاعي في الفورمت بقدر اعمل ابديت كمان نفس الموديل جوه الريفت.
فمش محتاج اعمل ريبورت. اتفضل يا فندم. الفورمات بتاعها ينفع تكون موجوده او بي جي او اس تي ال، هتستخدميها على طول في الفورم. فورمه بيقرا انا هحاول افتكرها من دماغي، بيستخدم بيقرا الاس تي ال، بيقرا الاو بي جي، بيقرا الاوتوكاد، بيقرا السكتش. الاربعه فورمات دول يقدر يقراها اوتوماتيك، يدخلها جوه الفورم على طول. ما ينفعش، مش هقدر ادي رد مجمل على حسب الديتيلز، على حسب الفايل بتاعك قد ايه هيفي، لكن انا كان اذا حابين انا ممكن اعمل امبورت ستيديوم عامل فورمات، مش عارف هو كبير قد ايه، بس هو ستيديوم ودخلت الفورم. بالنسبه للحاجه اتفضل، بالنسبه للماتيريال، بالنسبه للماتيريال يدخل متقسم الماتيريال. شايف حضرتك ده سكتش اب، ده السكرين الاولاني اللي انا عملتها، ده كان سكتش اب على الشمال، دخل الجيومتري والماتيريال بتاعك، يعني هتشوف الماتيريال كمان بكل الديفينيشنز بتاعتها، وينفع تغير في الماتيريال، يعني ينفع تعمل اديت للموديل اللي دخل من سكتش اب للفورم. لو عايز ماتيريال جديده موجوده من اوتوديسك ماتيريال لايبرري تاخدها برده وتدخل. عايز تعمل كرييت لماتيريال جديده خالص تعملها بس، بحيث يبقى الفرق ما بينهم، بحيث في الريفت تعرف يعني تبلاي ماتيريال على كل بارت منهم. خلي بالك احنا النهارده هنشتغل على الماس، وبعد كده لما تيجي تحط الريفت اليمنت وليكن البول، هتاخد البروبرتيز بتاعت الاليمنت نفسه، مش هتقرا من الماس موديل. الماتيريال اللي حضرتك هتحطها هنا هتكون ماتيريال فور ريبريزنتيشن. يعني تخيل مثلا ان انا ممكن استخدم ده اللي بيحصل اكشلي، انك بعد ما بتعمل الماس موديل عايز تعمل بس مول، عايز تبين ان في هنا كيرف مول، ما بتعملش مش اليمنتس، بتحط لها صوره، تدي الصوره دي ماتيريال معينه فهي بتريبريزنت الكلاس اللي موجوده. لما انا هاجي احط الكيرف مول سيستم، اللي هستخدم الكيرف مول سيستم اللي موجوده جوه الريفت عشان احط الاكشوال اليمنتس والاكشوال بانلز والاكشوال موديلز هنا، تمام؟ فهو الماتيريال اللي هتكون محطوطه في الفورمات فور ريبريزنتيشن. لما هروح على الريفت، لا الريفت هيقرا الماتيريال من البيل اوبجكت نفسه، اذا كان مول، اذا كان دور او اي حاجه. فالماتيريال هتروح للريفت فور ريبريزنتيشن، اشوفها كشكل ماتيريال، لكن انا هعمل كرييت للبيل اليمنتس. اتمنى اكون لو ما ضاعش وقت ممكن كمان نقعد افتر ذا سيشن نطلعها اوف لاين واوريك انا اقصد ايه. لكن يا جماعه الماتيريال اللي انا هحطها هنا في الفورم هروح جوه الريفت هشوفها كماتيريال عشان ابقى فاهم هي، لكن ما تنسوش ان احنا لسه بنتكلم على كونسبشوال ديزاين، مجرد كونسبت. لما هاجي احول الاليمنت، مين بيعمل كرييت مول باي ماس؟ باي ماس سبيس يعني. عارفينها صح؟ لما باجي اعمل ابلاي للمول فاميلي، هي هتاخد الماتيريال بتاع المول اللي متعرفه جوه الفاميلي. يعني اذا كانت هي مثلا المول انا عاملها كلاس، بس المول اللي استخدمتها بريكس، هتعمل ابلاي للبريكس. فانا محتاج اعرف المول فاميلي دي، بعرف الماتيريال والثيكنس بتاعها ات ليتر ستيج للديتيل ديزاين. تمام. ده هنا الداينامو في فيديو بعد اذنك. فكره اللي احنا اتكلمناها، طب انا في الداينامو كمان او الباور اوف بارامتريك ديزاين والجافا ديزاين، ازاي ممكن بدل ما اعمل كوش وكل كمان ازاي اعمل سكريبت يوصف شكل المبنى، بيحدد المبنى، انا عندي مبنى الفوت برنش بتاعته قد كده، هيطلع كذا دور ممكن اعمل له روتيشن، وباستخدام الاوبشنز دي حتى جوه الفورم اقدر اغير ديفرنت ديزاين اوبشنز. هتلاقي اقلل مثلا اللينكس بتاع البوردنج، اخلي الباور بدل ما هو ليفت رايت، اقدر العب حتى في الروتيشنز بتاعت الفيسز للبيلدنج، كل ده يحصل عن طريق السلايدرز او النمبرز اللي موجوده على اليمين، ده باستخدام الفورم. فحتى مش هتحتاج ان انت لو عايز هاير بريسيجن، حاجه اكيوريت قوي، وعايز كمان تغير الاوبشنز دي كلها بمجرد انك تقول البارامتر، توصف المبنى بتاعك عامل ازاي. كل الديزاين في الدنيا بيديك الفكره دي، انت عارف انت عايز توصل ايه. لو انت تقدر توصفها، تقدر تحطها على الداينو سكريبت، تقدر تعمل انليمتد نمبر اوف فاريشنز على المبنى بتاعك. مبنى 20 دور، لا 30 دور، هعمل روتيشن شويه للمبنى، هعمل روتيشن قوي الى اخره. تمام. في اي سؤال بالنسبه للكونسبشوال ديزاين؟ الفورم. اتفضل. ليفلز يعني مستوى التعقيد او ممكن اوصل فيه من اي ليفل. تمام. لو هنتكلم انك عايز تحط فيه تفاصيل كثيره، فمحتاج تبني ماسس وتحط، يعني انا يعني يمكن ما حطيتش هنا سكرين شوت من بعض السامبلز، بس اذا رحت على autodesk.forming.com هتلاقي سامبل للبروجكتس اللي اتعملت بالفورم.
ممكن تكون حاجة ماس، ممكن تكون حاجة يمكن هنا شيء المبنى ده مثلا ده سامبل لمجرد ماس وحطيت السكين عليه. ده مبنى تاني اتعمل فيه ديتيلز اكتر شوية على الشيدنج ديفايسز اللي موجودة في الشمال تمام، وتحط كمان معاها ريبريزنتيشن بالماتيريال للكيرسر هو اكسترود او في الاخر بالظبط. باستخدام الدايمون لو هتعمل اورجانيك شيبس الدايمون هنا هيسهل لك كتير. انت ينفع تعملها في الفورمت لكن برضه هو تفكر في السبلاينز وازاي اعملها اكستروجن او روتيشن انك تكمل المبنى في النهايه. لكن باستخدام الدايمون تقدر تعمل الناتشرال شيبس دي بسهوله جدا تمام. في حاجه ثانيه من المانيفاكشن هنا احنا دايما بيحصل كروس يعني كروس اندستري بنفيتس اللي هو اسمها الفيوجن. الفيوجن لان هو مانيفاكشن برودكتس عنده كيرفتشر موديلنج انفينيت. بعض الناس بتستخدم فيوجن مع الريفت علشان تعمل الاورجانيك فيري اورجانيك شيبس. لكن لو هنتكلم على 90% او يمكن 95% اوف بيلدينجز اللي احنا بنعملها دايركت الفورمت لوحده بالتولز الاوت اوف بوكس فيها تقدر تعملها. حاجات الفيري كومبلكس فيري ناتشرال ممكن نحتاج لها تولز زياده زي داينامو اللي موجود جوه البرودكشن او بتروح اتفضل يا باشمهندس. لا على السكشن بس طب السؤال بيقول هو ليه ما يكونش الفورمت از بلجن للريفت؟ ليه تركيز؟ طيب تمام. هو الموضوع مش معقد قوي كده. شايف حضرتك الزرار اللي فوق ده؟ ده البلجن بتاع فورمت جوه الريفت هو موجود. ليه ما اشتغلش جوه الريفت؟ ده كان نفس السبب اللي احنا عملنا فيه فورمت رغم ان كل الحاجات اللي ينفع تعمل فورمت اصلا ينفع عملها جوه الريفت. لان المعماريين اللي بيشتغلوا بس في الكونسبت ديزاين بيقفوا عنده مش حابين ان هم يشتغلوا في تول كومبليكيتد زي الريفت. ده نفس السبب ان المعماريين قرروا ان يستخدموا تول زي سكتش اب في الكونسبشوال ستيج وما يستخدموش الريفت لانه اسهل اخف وبيدي لهم التولز اللي هم محتاجينها مش اكتر. طب يتجنبوا الكومبلكسيتي بتاع الريفت اركتكشر وكل التولز اللي بيقولوا انا مش مسؤول انا مش مسؤوليتي ان انا اعمل سكيماتيك ديزاين سوري كيف ديزاين في المحطه تمام. في سؤال تاني عن الكونسبشوال ديزاين احتفظوا بس بالوقت هنكمل بعد كده لان في حاجات كتير انا عايز احطيها وبعد كده ممكن ناخد اي اسئله تانيه اوف لاين ونناقشها سوا تمام. الجزء التاني اللي هو الرياليتي كابتشر ازاي اخد existing building حاجة موجودة عايز ادخلها جوه الريفت يا اما علشان ابني عليها يعني انا مش هلبس الحاجة اللي موجودة انا عايز اخدها جوه الموديل علشان احط حاجات تانية هاخد الموضة دي كلها اعملها سكانينج وابتدي اعملها بارتيشنز او علشان اعمل از بيلد فيريفيكيشن بعد ما بيخلص المشروع اشوف فعلا المشروع ده اتنفذ از ديزاين ولا لا. او المثال الثالث اللي كنت قلته في الاول اللي هو فور هيريتج بروجكت رينوفيشن او دوكيومنتيشن حاجه زي قصر البارون عايزين نعمل لها سكاننج وعايزين يكون عندنا اسف فيها ونشوف ازاي نقدر نصلحها نقدر نعملها دي كمسكيلاتير او حتى لو هنبنيها تاني. هي دي فكره الرياليتي كابتشر. ريكاب هو ستاندز فور رياليتي كابتشر اوف ديس ريكاب. هدفه الاساسي ان هو ياخد الداتا من اي ليزر سكانر احنا بنسفور كل البراندز تقريبا والميجور فيهم هم زي لايكا زي توبكون زي فارو او حتى تريمبل. بناخد الداتا بتاعتهم بنعمل لها ريجستريشن ونتكلم ايه هي ريجستريشن ونحولها لبوينت كلاود موديل نقدر بعد كده نصدره للريفت للاوتوكاد للنافس وركس او اختصار كل اوتو ديسك ابلكيشن او معظمها على كل الديزاين تولز من اوتو ديسك بقدر اخد البوينت كلاود موديل جوه. في نوعين في الحقيقه للليزر سكاننج او سوري للرياليتي ليزر سكاننج هو بياخد بوينتس تمام ودي الاكيورسي بتكون عاليه. والناحيه الثانيه اللي هو باستخدام الدرونز او الفوتوغرامات ان انا باستخدام الموبايل الكاميرا اللي في التليفون بتاعي ينفع صور كتيره للمكان ده بتكنيك معين واحولها لمش موديل جوه الريكاب وبعد كده احرق تحت الريكاب. في حقيقه برنامجين لكن هو لايسنس واحد يعني ريكاب فوتو اللي بيحول الصور ل 3 دي مش وريكاب برو اللي هو بيحول الليزر سكان
ياخد الليزر سكان ويشتغل على بوينت كلاود، وكمان اخد ممكن الصور او الموديل اللي طلع من الصور واعمل لها ميرج مع السكان، فبقدر اعمل الاثنين. السبب في كده هتشوفوه دلوقتي ان في بعض الاماكن بتكون ان اكسسبل عن طريق الليزر سكان. الليزر سكانر مبدئيا ايه هو؟ الليزر سكانر هو نون ديستركتيف تكنولوجي، ان انا اقدر اعمل كابتشرنج او ريكوردنج اكزيستنج بيلدينج انتيريور اند اكستيريور. تمام. طب لو حبيت تشوف الفيديو ده هو ظريف شويه، بس بيوري ان هنا عندك الليزر سكانر بيكون ستيشن في مكان معين، وطبعا هو بيعمل سكاننج للاوبجكتس اللي يقدر يشوفها، يعني مش هشوف حاجه وراه، اي لو في اوبستكل موجوده قدامي هو هيعمل سكان للاوبستكل دي مش هيعدي وراه. علشان كده بحتاج احرر التوتال ستيت سوري الليزر سكانر من مكان لمكان ثاني يقدر يشوف الالمنت. لو موجود في مكان مفتوح زي هنا مور ذان لايكلي، وعلى حسب برضو نوع الليزر سكانر، ممكن تو ستوبس يقدروا يسكان كل التفاصيل اللي معاه، مش محتاج اكتر من كده. فيري تايم افيشنت، لان انت ما بتحتاجش وقت كبير جدا عشان تعمل ليزر سكان. ولما تاخدها على البروجكت بتاعك فكر في حاجه، انت لو جيت النهارده عشان تعمل موديل للكلام ده بدون ليزر سكان هتعمل ايه؟ اول حاجه هتاخد مثلا الازمن درونز اذا موجوده، هتاخد بعد كده ممكن تطلع بعض الميجرمنتس من المكان وترجع تاني للمكتب علشان تعمل. لو نسيت تاخد ميجرمنتس معينه تعمل، فاضطر ترجع تاني فيزيكال لنفس المكان. البوينت كلاود بيديك كل الداتا دي عندك على الكمبيوتر، تقدر تعمل منها ميجرمنتس، تقدر تطلع منها موديل باختصار بسهوله جدا. تمام. احنا قلنا ان احنا بنسبورت معظم الفيمس او الميجر هاردوير سكانرز الموجودين من لايكا وفارو وتوبكم، والورك فلو بسيط جدا. بيتعمل الليزر سكانينج بالسكانر، بوديه ريكاب لحاجه اسمها ريجستريشن. اتفقنا ان احنا ممكن على اتليست هحتاج وقفتين علشان اعمل سكان لاريا معينه، ريكاب اوتوماتيكلي بيعمل لها ريجستريشن. يعني ايه بيعمل ريجستريشن؟ باختصار شديد جدا